حاجة تانية عايز أتكلم فيها مع حضراتكم، وهي حاجة هامة جدا. الفترة اللي فاتت الناس كل ما بتشوفني اليومين اللي فاتوا دول تقول لي الحمد لله القناة بقى فيها شكل وبقى فيها تطور واضح جدا. إيه اللي حصل؟ أنا هقول لحضراتكم إيه اللي حصل. اللي حصل إن إحنا لبينا أو إدارة القناة لبت رغبات جمهور النادي الأهلي. يعني تخيل حضرتك لما تبقى في قيمة وقامة كبيرة جدا زي الكابتن مصطفى عبده وتكون موجودة على قناة النادي الأهلي، ويطلع الأسبوع اللي فات امبارح كان عنده حلقة، والأسبوع اللي فات كانت أولى حلقات المجري مع واحد من أساطير الإدارة والرياضة في مصر الكابتن حسن حمدي. وزي ما حضراتكم شفتوا كل اللي احنا بنعمله أو كل اللي إدارة القناة بتعمله هو تلبية رغبة الجمهور، تلبية رغبة الجمهور بعودة المجري، عودة ملك وكتابة لمعاده اللي حضراتكم دايما بتفضلوا ان هو يكون متواجد فيه، عودة برنامج خط احمر ليكون متواجد في يوم لوحده ساعتين يوم السبت من الساعة 9 للساعة 11. بنكمل برنامج الصباحي في نهاوند وكريم الحقيقة، اثنين من المذيعين المتألقين. ايضا عندنا محمد سعيد وعندنا امير هشام في الترند بيجيبوا لحضراتكم كل ما يخص السوشيال ميديا. عندنا ايضا الابطال والاشبال والسادسة واحمد سمير الحقيقة اللي برضو متألق خلال هذه الفترة. فكل اللي احنا عملناه ان احنا بنلبي رغبة الجمهور في اطار ايه؟ في اطار تعاون واضح جدا. لو تاخدوا بال حضراتكم اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت او اللي بيحصل في مصر هذه الايام من طفره انشائيه كبيره جدا في مصر كلها، طفره انشائيه في كباري وطرق وكل الحاجات اللي حضراتكم عارفينها، وايضا في الرياضه المصريه استاد كبير بيتعمل في العاصمه الرياضيه العاصمه الاداريه، استاد الكل بينتظر ماذا سيحدث في هذه المدينه الرياضيه العالميه ان شاء الله. ايضا حاجات كثيره جدا بتحصل، فإحنا بنواكب هذا الموضوع وإن إحنا دايماً بنكون مع حضراتكم بتلبية رغبة الجمهور النادي الأهلي في قناته، قناة النادي الأهلي، وعلى شاشته، شاشة النادي الأهلي. كل ده بيحصل زي ما قلت لحضراتكم في إطار تعاون كبير جداً ما بين شركة استادات ومجلس إدارتها والنادي الأهلي ومجلس إدارته الحقيقة متمثل في مجلس الأمنة. زي ما قلت لحضراتكم التعاون ده أثمر عن اللي حضراتكم شايفينه. الكل بيجتهد علشان يرضي ويلبي طموح جمهور النادي الأهلي من خلال تعاون وشراكة بناءة جدا ما بين شركة استادات وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، من خلال طبعا مجلس الإدارة ومجلس الأمناء. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنلبي كل احتياجات الجمهور من خلال شاشة النادي الأهلي. قد ايه انا سعيد، قد ايه انا مبسوط، قد ايه انا فرحان جدا جدا جدا. انا حاسس ان انا اول مرة اقف قدام كاميرا الحقيقة، ولكن في النهاية إن شاء الله أكون عند حسن ظن حضراتكم، وإن شاء الله جميعا كإدارة نكون عند حسن ظن حضراتكم ونحاول نعمل كل ما يلبي ويرضي رغبة جمهور النادي الأهلي. عندنا إيه في البرنامج النهاردة؟ عندنا حاجات كتيرة جدا، وعندنا أشياء وأمور هنتكلم فيها مع النجم الكبير الكابتن شادي محمد، ولكن خلينا نطلع لأول أو أول تقرير الحقيقة عن خلينا ناخد فاصل. طيب خلينا نطلع الفاصل الأول في الموسم الثاني للبيت الكبير. نتمنى إن شاء الله إن البداية تكون جيدة وتعجب حضراتكم، وإن شاء الله نكمل معاكم خلال الفترة اللي جاية. خلينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم.